Uh, colleagues, are we starting or we are waiting? أيها الزملاء, هل لنا أن نبدأ أو هل ننتظر؟ إذاً نبدأ بهذه الجلسة. Good morning everyone. صباح الخير للجميع. Uh, لكل من أتى. هنا اليوم في الصباح الباكر وذلك بعد ايام طويله من العمل وكذلك جلسات الكاريوكي نحن نود ان نتحدث عن التقرير الذي اصرته شبكه سياسات المنتدى بشان الذكاء الاصطناعي في اطار منتدى حوكمه الانترنت أنا سأذكر أسماء المشاركين في هذه الجلسة وذلك قبل أن أعطي الميكروفون لزميلي لدينا السيد نوبو شوغاكاتا وهو من اليابان ممثل الدولة لدينا مايكي مايك سيجيغان وهو وهي التي قامت بمراجعة هذا التقرير لدينا خوسيه ريناتو لرانخيرا دي بيريرا من البرازيل لدينا سريو ناتا راجو وهو مؤسس أبتي معهد أبتي أيضا السيد تشينغلي من جامعة تشينغوا وسيد أوين لارتر من مايكروسوفت إضافة إلى جان فرانسوا بومبل وهو المستشار في ما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئه ايضا نود ان نشير الى ممثل من اليونسكو لدينا ايضا السيده شاميره التي ستشارك عبر الانترنت حول عملها فيما يتعلق بالبيئه ولدينا امريتا شدري اضافه الى اوداس وهما سيشاركان ايضا في تيسير هذه الجلسه ماكي تفضل هل يمكن ان تعطينا فكره حول السبب الذي دعا الى تاسيس الفريق العامل وما الذي كان الهدف من عملكم شكرا نود أن أشكركم على المشاركة في هذه الجلسة الصباحية في إطار شبكة سياسات المنتدى بشأن الذكاء الاصطناعي أنا منسقة هذه الشبكة البي إن أي وأنا لن أستغرق وقتا طويلا كي أصف العملية التي أوصلتنا إلى هنا ولكن المهم أن نشير إلى أن شبكة سياسات المنتدى بشأن الذكاء الاصطناعي هي فتية في ستة أشهر من عمرها وأن هذه الشبكة تولدت من رسالة أطلقتها أطلقها منتدى حكمة الإنترنت عام 2022 في أديس أبابا وهكذا فإن المنتدى قال بأنه بحاجة إلى عملنا ونأمل بأن عملنا سيؤدي إلى إلى نواتج ملموسة شأن إنشاء هذه الشبكة. الأمر إذن يتعلق بالذكاء الاصطناعي وكذلك حوكمة هذا الذكاء الاصطناعي هذه هي من المسائل التي ناقشناها. وتحدثنا عن التحديات المتعلقة بذكاء الاصطناعي وكلها أدرجت في التقرير إذا كنتم لم تطلعوا بعد على الطريق على هذا التقرير فإنه يمكن أن تجدوا رابطا إلكترونيا في هذه الجلسة في صفحة هذه الجلسة على الموقع ويمكن أن تطلعوا عليه نود أن نشكر كل من شارك في وضع هذا التقرير لشبكه سياسات المنتدى بشان الذكاء الاصطناعي ونود ان نشكر فريق المحررين فهم يصون الينا وايضا يشاركون في الجلسه من اجزاء مختلفه في العالم علما بان البعض منهم اضطر الى ان يستفيق في الساعه الواحده بعد نصف الليل حتى يشارك في هذه الجلسه شكرا اعيد الميكروفون الى زميلي حتى يعطي الكلمه للخبراء شكرا مما لا شك أعتقد بأن نهج تعدد أصحاب المصلحة الذي يتبعه منتدى حكمة الإنترنت يهدف إلى تعيين المسائل التي يجب التحاور بشأنها من خلال المشاورات إضافة إلى دعوة متحدثين إلى إلقاء كلمات وبشكل أدى إلى تحرير هذا التقرير أود أن أشكر كل من ساهم فيه من المحررين الرئيسيين إلى مساعديهم المعلومات متوفرة على موقع منتدى حكمة الإنترنت أن هذا التقرير هو نتيجة عمل طويل في التقرير الأول لدينا ثلاثة مواضيع الموضوع الأول يتحدث عن التشغيل البيني وأنا أود أن أتحدث هنا عن التلاقي والأشهر أوجه التباين وهذا فإن الفريق أشار إلى المبادرات التي هي متأتية من المنطقة الأفريقية وآسيا وأمريكا وأوروبا بشكل سمح بتوصل إلى خطاب في الماضي لم يكن ممثلا لما يفكره الجميع، اذا فنرى بان هناك العديد من المبادرات التي تضمنها هذا التقرير. اما الموضوع الثاني فهو الاشاره الى دوره حياه الذكاء الاصطناعي بالنسبه لنوع الجنس وايضا الشموليه. ولذلك فاننا سالنا طرحنا عده اسئله هل ان المنظومات الحاليه تؤدي الى الى مسائل مثل التمييز ضد بعض المجموعات والى اخره، اما الجزء الثالث من التقرير فهو يتحدث عن الحوكمه حوكمه من اجل الانتقال المزدوج وان هذا هذا الجزء يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وكذلك عن البيئة وغيرها من المسائل أنا استعرضت التقرير بشكل سريع أما الآن فأود أن أطلب من سيد نبوش نيشي جاتا وهو من الدولة المضيفة حتى يلقي كلمات استهلالية وأن يحدد مفهوم النقاش بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي حتى وحتى ننتقل بعد ذلك إلى حوكمة هذا الذكاء الاصطناعي من خلال النهج متعدد أصحاب المصلحة. صباح الخير وطابت أوقات كل الذين يشاركون من بلدان أخرى. اسمي نوبونيشيغاتا وأنا أمثل الحكومة اليابانية وأنا من وزارة الاتصالات وأنا مدير إدارة في هذا وأنا قمت وأنا شاركت في العمل في يوليو تموز أود أن أهنئكم على إطلاق هذا التقرير أعتقد بأن هذا العمل كان في أتى في وقته الملائم المناسب وهو مهم جدا. أنا آمل بأن هذا العمل سيستمر بعد جلستي اليوم ونتطلع إلى العمل معكم في المستقبل. هناك مسألتين أود أن أتحدث عنهما. فيما يتعلق بمضمون التقرير حسب ما فهمت فإن هذا التقرير لا يعتبر تحليلا وافيا بل أنه بداية لما ينتظرنا كعمل فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أود أن أقارن عملي بما قمت به في الوقت الماضي وسيما العملي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس وكان هناك كان وقد وضعت المعايير كان هناك عمل على المعايير الخاصه بالذكاء الاصطناعي وقد استغرق عملي اربع سنوات هناك وان هذا التقرير يقوم يلوج في المسائل الثلاثه التي تحدثتم عنها الا وهي التشغيل البينية التشغيل البيني كما تعرفون فان اليابان استضافت اجتماع او قمه المجموعه السبعه وكانت بمشاركه الوزراء ومن المسائل الأساسية التي تمت مناقشتها كانت قابلية التشغيل البيني لعملية حوكمة الذكاء الاصطناعي بالنسبة لدول المجموعة السابعة فأنه تم النظر في المفاوضات التي تجري في أوروبا بشأن اتفاقية الاتفاقية الخاصة بقانون الخاص بالذكاء الاصطناعي وكانت اليابان هي الأولى التي اقترحت هذا الموضوع عام 2016 وكانت هذه الفكره مبتكره في ذلك الوقت وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وبعد ذلك فإنه في جهة من في نرى بأن هناك ما كان يعمل على تشريعات بهذا الشأن أما في اليابان نحن لم نعتقد بأننا نحتاج إلى تشريعات في الوقت الحالي بل نحن بحاجة إلى الابتكار إلى الابتكارات وإلى الإمكانيات التي يحتويها الذكاء الاصطناعي فنحن لدينا مشكلة فيما يتعلق بتناقص عدد السكان وشيخوخة ال 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 في البلد ونحن ليس لدينا لن يكون لدينا قوة عاملة شابة في المستقبل ولذلك فنحن بحاجة إلى الآلات وعام 2016 طلبنا من المجموعة السبعة أن تناقش هذا الموضوع كنا نعرف بأن هناك بعض أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بذكاء الاصطناعي إضافة إلى إلى المخاطر ولكننا كنا ننظر أيضا في الفرص التي توفرها يوفر الذكاء الاصطناعي ولهذا فأننا ناقشنا ذلك في اليونسكو وفي محافل أخرى هذا من جهة أولى أما فيما يتعلق بهذا التقرير فنحن نعتبر بأنه بأنه واسع النطاق ويتحدث عن مسائل متعلقة بقابلية التشغيل البيني نرى بأن هناك بعض أوجه التلاقي فيما يتعلق بأرائنا ولكن هناك أمور نحن تختلف وجهة نظراتنا بشأنها وهكذا فإننا نريد ايضا نعتقد بان التقرير قد قد نظر في ايضا الى تلقي قضيه الذكاء الاصطناعي في البلدان المختلفه ومن بينها بلدان الجنوب. والان بالنسبه للجزء الثاني فانه يتعلق ببيئه التشغيل. وعندما كنت اعمل في منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه وكان هناك تحديث حول تقاسم البيانات وكان هناك توصيه بهذا الشان برايي كانت منطقيه ولكن كنا بحاجة إلى دراسات حال ورأينا بأن هناك بعض أوجه التلاقي بين, بين هذا التقرير وبين العمل الذي طلعت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إذا فإنه في نهاية الأمر أرى بأن هناك عدة أوجه تلاقي ولكن ربما يجب أن أتوقف لكن أود أن أختتم قائلا بأن هذه السنه فان قادة مجموعة السبعه وفي الوزار في الاجتماع الوزاري وكذلك الاعلان الاعلان الذي من المفترض ان يصعد الى مستوى القمه الامر الذي ادى الى توليد ما يسمى بعمليه هيروشيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي. والاستفاده من تدابير السياساتيه من اجل من اجل رفع التحديات والنظر في المخاطر والفرص التي تقدمها هذه التكنولوجيات الجديده. شكرا. اعتقد بانه ما يمكن ان استنتجه من كلامك هو ان هذا التقرير يمكن ان يلقي يلقي الضوء على أعمال مجموعة السبعة ولا سيما الأخذ بعين الاعتبار تلقي ذلك من قبل الدول الجنوب أنا سأعود إلى عملية هيروشيما بشأن الذكاء الاصطناعي بعد ذلك ولكن سأتحدث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي ومن المسائل التي يغطيها التقرير هو الاحتكار احتكار هذه التكنولوجيا وهناك أسئلة طرحت كيف يمكن أن تجعل منظومات الذكاء الاصطناعي التولي مفتوحة منفتحة ولكن في الوقت نفسها أن يكون هناك عنصر المساءلة واود ان اسمع منكم كيف يمكن لذكاء الاس... منظومات الذكاء الاصطناعي التوليد ان تكون منفتحه بشكل شفاف، وما الذي تقوم به مايكروسوفت بهذا الصدد؟ لديك ثلاث دقائق. شكرا جزيلا، يسعدني ان اشارك في هذه الجلسه، انا من مايكروسوفت ويسعدني ان اشارك في الحديث عن تقرير بي ان اي، هناك العديد من المسائل التي علينا ان نتناولها فيما يتعلق بذكاء الاصطناعي. علينا ان نقوم به بأن نفكر بذلك بطريقة شمولية وأيضا استباقية، نحن نعرف بأن هناك أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ستك... ستساعد الناس على أن يكونوا أكثر إنتاجا في حياتهم ال... اليومية ولدينا مساعدي التيار إذا ما صح التعبير في مايكروسوفت التي سترافق الناس في هذه التكنولوجيات وأنها ستساعد الناس على فهم العديد من المنظومات انت سالت كيف يجب ان نحرص على بناء هذه التكنولوجيا بشكل شمولي يشمل الجميع بالنسبه لمايكروسوفت لدينا عده اهداف فيما يتعلق بالشموليه ولذلك فانه لدينا فرقه لكي يكون الذكاء الاصطناعي مسؤولا لدينا ثلاثه اهداف وهي العداله عدالة ويمكن للناس أن يروا المعايير من خلال وثيقة قمنا بنشرها. يمكن أن تقدونها ويمكن أن نستعين بأراءكم حولها. نحن نريد أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا تنوع الـ 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 الاختصاصات سواء في الهندسة وفي مسائل أخرى أيضا أشخاص عملوا في مجال علم الاجتماع وعلم تاريخ الإنسان وغيرها من المسائل التي تدخل في تصميم هذا الذكاء التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبشكل عام نحن نريد أن نحرص على أن يكون هناك نقاشا حول الحوكمة، ونحن تلقينا عدة تعليقات فيما يتعلق بالتصرف بشكل مسؤولية لدينا أيضا برنامج الزمالة فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، ولدينا أشخاص بارعين من العالم الذين يعكفون على تدارس مسألة الذكاء الاصطناعي المسؤول فيما يتعلق بالتكنولوجيا لدينا من نيجيريا شيلانكا الهند قرغيستان هذه مناقشات ثريه تساعد على فهم كيف يفكر الناس من انحاء العالم بالذكاء الاصطناعي ومسؤولياتهم. هل يمكن ان اطرح عليك سؤال فيما يتعلق بالانفتاح مقارنه بالانغلاق في تطوير هذه التكنولوجيات كيف يمكن ان تعلق على هذا النقاش أعتقد بأن هذا السؤال هو جيد المصادر المفتوحة أمر مهم جدا لكي نتمكن من فهم كيفية استخدام هذه التكنولوجيات بشكل آمن برأيي أن هذا مهم جدا فأنه يمكن أن يساعدنا على الاستفادة من منافع هذه التكنولوجيات في العالم نحن ندعم فكرة المصادر المفتوحة في نماذجنا وأيضا من خلال من خلال شركات ضمن مايكروسوفت التي عكفت على تدارس الاخلاقيات الخاصه بهذه التكنولوجيات، طبعا لدينا الانفتاح ولكن يجب ان يكون هناك توازنا عن طريق ضمان السلامه والامن. لدينا ايضا نماذج تتجاوز الحدود بشكل تفتح المجال مع التفكر بالتوقعات المستقبليه، واذا ما اردنا ان نفتح المصادر فيجب ان نتقصى الطرق المختلفه في توفير هذه النماذج عن طريق التوصل إلى إلى مساحة متوسطة فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات بالنسبة لهذه التكنولوجيات. نحن نعرف بأن المصادر المفتوحة ستكون جزءا مهما جدا من النقاش حول هذا الموضوع. الميسر شكرا. أعتقد بأنه يمكن أن نفكر في خطة عمل يضعها تضعها البي بشان المصادر المفتوحه. سوريا اود ان اتحدث اليك ايضا عن قضيه الذكاء الاصطناعي التوليدي، التقرير يتحدث عن الاضرار وكذلك مخاطر بالنسبه للديمقراطيه وحقوق الانسان. هناك مساله اود ان اشدد عليها. وهي تضليل الاعلامي المقصود وغير المتعمد. هل ان منظومات الذكاء الاصطناعي التوليد يمكن استغلالها من اجل نشر المعلومات الكاذبه؟ وكيف يمكن ان نعتمد نهجا لمعالجه هذا الموضوع؟ شكرا للحاضرين في القاعه والمشاركين عبر الانترنت. نامل هناك هناك نعرف أنكم تشعرون بالتعب. ولكن نشكركم على وجودكم. أيضا نود أن نشكر كل من أعد هذا التقرير الذي أعتبره رائعا. هو, هو إنعكاس لتعاون شديد. ونهنئكم على ذلك. هناك اذا فيما يتعلق بمساله التضليل المتعمد وغير المتعمد، يجب ان نفهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي ان يؤدي الى نشر هذه المعلومات وما هي امكانيات هذا الذكاء الاصطناعي بهذا الصدد؟ هل هو بسبب توليد المضمون والذي يؤدي إلى تضليل الإعلامي أو نشر المعلومات الخاطئة إذا كان من السهل توليد المعلومات لا سيما بأن المضمون يمكن أن يتكرر في لغات مختلفة ما الذي حصل حتى الان بالنسبه للذكاء الاصطناعي التوليدي فان الانترنت قد قلصت سعر نشر المعلومات الى الصفر فنرى لانه هذا يسر نشر المعلومات الخاطئه هناك كما تعلمون فرق بين التضليل المتعمد وغير المقصود. إن تقليص تقليص هذا التضليل أمر مهم، قد لا يكون التقرير قد شدد على هذه المواضيع بل تحدث عن عدة نهج يمكن استخدامها منها كيف يمكن ان نفكر في الذكاء الاصطناعي التوليدي على انه قد يكون جزءا من اطار معين يؤدي الى توليد هذه البيانات المضلله ويجب ان نفهم ذلك في اطار انه مولد من هو المسؤول من هو المصدر لتوليد هذه المعلومات المضلله ويجب ان ايضا نفكر كيف تعمل كيف كيف ما الذي يؤدي الى توليد هذه المعلومات والان نرى بانه في لدينا قوانين تتناول هذه الموضوع مما لا شك فيه بان التضليل الاعلامي قد يكون مساله تثير العديد من اللغط ولكن سياده القانون كإطار يمكن ان يساعدنا على فهم هذا الموضوع قد يكون قد يساعدنا في معرفه كيفيه التعامل معهم سؤال لدينا عملية هيروشيما، ومما لا شك فيه بأن هذه العملية ستركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذا ما سمعناه في الأيام السابقة. هل يمكن أن تقولي لنا ما هي المسائل التي تتناولها عملية هيروشيما؟ أعرف بأن المعلومات محدودة حتى الآن، ولكن هل يمكن أن تلقي ضوءًا على ذلك؟ هناك نقطة أو نقطتين حتى الآن أن هذه العملية لم تنتهي بعد ولدينا فرقة عمل في إطار مجموعة السبعة التي تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على هذا التقرير بغية أن تقدمها إلى القادة في نهاية السنة. هناك قد يمكن أن أقول لكم بأنه تم الاتفاق حول إعلان وزاري تم نشره في السابع من سبتمبر أيلول 2023. هناك بعض المسائل التي يمكن أن نضيفها. تتضمن يتضمن النقاش مدونة سلوك فيما يتعلق بالقطاع الخاص. ولدينا أيضا مناقشات دائرة حول إذا حول قضية التضليل الإعلامي وأيضا ناقشنا قضية العلامات المائية ووتر ماركنج وهي من المسائل التي أيضا تناولناها في النقاشات. شكرا جزيلا. أود أن أنتقل إلى هذا الجزء الرئيسي في التقرير. واعطي الكلمه الان للبروفيسور شينغ لي الذي عمل على هذا الموضوع ما الذي يمكن ان نتعلمه من حوكمه الانترنت من اجل ان نساعد في حوكمه الذكاء الاصطناعي بالنسبه لمساله الموائمه شكرا على دعوتي في هذه المجموعه من المتحدثين منذ ثلاثين عاما انضمت الصين إلى الإنترنت وحاولنا أن نشارك في مختلف مستويات الإدارة أو الحوكمة الخاصة بالإنترنت من الجانب الفني كانت هناك الكثير من الأمور التي كان يجب أن ننظر إليها إذا نظرنا إلى تطور تكنولوجيات الإنترنت فإن المنتدى لعب دورا هاما في هذه المسألة في مسألة الحوكمة وكانت هناك مجموعة عمل مختصة بمسألة المواءمة التكنولوجية ضمت مهندسين إلى آخره وعلى سبيل المثال فمسألة تحديد الأسماء و عمل السجلات بمواقع الإنترنت كانت من الأمور التي أنجز عمل بشأنها والآن لدينا مسألة الذكاء الصناعي التوليدي مثل الشات جي بي تي وهذا أكبر بكثير مما حدث في الماضي مثل تي سي بي اي بي ولكن انظروا إلى هذا النطاق فنحن لا يوجد لدينا الآن IETF، ولكن لدينا عدد من هذه المنظمات الشبيهه فيمكن ان ننظر في هذا الموضوع ونعمل عليه. اما بالنسبه لتطورات اخرى مثل الشبكه العنكبوتيه World وايد ويب وتقنيات اخرى. هناك الكثير من الامور التي حاول الناس ان يفهموها بدون خريطه طريق واضحه بالنسبه لها. اما بالنسبه للذكاء الاصطناعي التوليدي فاشعر ان التنظيم قد يكون مبكرا للغايه علينا ان ننظر في مجال الابتكار بالنسبه للاكاديميين وبالنسبه للفنيين فلدينا نطاق لل... للابتكار آه والا فاذا قيدنا الابتكار لن نتمكن من المضي قدما و في داخل هذه البلاد اذا لدينا الكثير من الامور المثيره التي تحدث في الوقت الحالي شكرا ان هذا التقرير يتحدث عن جوانب المواءمه والعمل على اساس الخطوط التوجيهيه والاعراف والادوات الى اخره وايضا ينظر في الاليات الخاصه باشراك الأطراف المعنية وأيضاً طرق متفق عليها بالنسبة للتواصل وأيضاً الاتفاق بشأن التعريفات والمفاهيم إلى آخره. خسي عندما قرأت التقرير، ماذا كانت الجوانب الرئيسية من التوصيات الخاصة بالموائمة التي كانت بارزة بالنسبة لك؟ مرحبا شكرا جزيلا براتيك من دواعي سروري ان اتواجد هنا بالنسبه للتقرير لاحظت انه يجب ان ناخذ في الاعتبار ان هذا تقرير صدر عن ممثلي الجنوب العالمي نحتاج الى ان نفهم التحركات الموجوده في منطقتنا وفي إطار ذلك، علينا أن نفهم ما هي أنواع السياسات أو أنواع الخطاب الذي نتعامل معه. بالنسبة للتنظيم، فطبعاً من الجيد أننا لا نركز على ما يحدث في الاتحاد الأوروبي أو مناطق متقدمة، ولكننا ننظر أيضاً إلى الجنوب العالمي. الامر الذي نحتاج الى دفعه قدما هو فهم ما هي النقاط الغائبه عن هذا النقاش خاصه عندما ننظر الى منطقتنا فالامر الاساسي هو ان نفهم ما هي التحديات التي نواجهها مثل قضايا متعلقه بالعماله هذه مساله لم نتطرق اليها بعد اثار تطوير هذه الصناعه على العماله هذه مساله نتطرق اليها ماذا سيكون شكل مستقبل العمل ما هي مثلا اشكال المكاتب التي نحتاج اليها في المستقبل لن نريد ان يتخلف احد عن الركب بعد تطوير هذه التكنولوجيات ايضا ما الذي يحدث بالنسبه لما يطلق عليهم اسم جيج وركرز او الاشخاص الذين يعملون بصوره حره في البرازيل هناك صله وثيقه ما بين ما يحدث في من بالنسبه لمن يعمل في منصات توفير الخدمات وبالنسبه للوفيات لمن يقود الدرجات البخارية، فمثلا لدينا الكثير من مواقع الإنترنت التي تقدم خدمات مثل توصيل الطعام، توصيل منتجات إلى آخره، وهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بخدمة التوصيل فإنهم يقودون درجات بخارية ويتعرضون الكثير من الضغوط لكي يقوموا بتسليم أكبر عدد ممكن من الطلبات في وقت قصير مما يؤدي إلى حوادث وإلى إرتفاع في الوفيات. فإذا التقرير يجب أن ينظر في هذه المسألة. أيضا قضايا مثل الحلول الفنية، أيضا التفاؤل التقني ويجب أن يكون هناك أيضا نقاش حول استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة. في بعض الأحيان رأينا رؤساء مجالس إدارة شركات فنية يتحدثون عن قضايا تدور في بوليفيا بعد تنحية الرئيس موراليس. فهناك مصالح وهناك أمور نحتاج إلى النظر إليها مثلا أمور متعلقة بالليثيوم بطاريات الليثيوم. أيضا بالنسبة لاستخدام البيانات البيومترية أو الب... فهذه البيانات يمكن ان تستخدم من اجل المراقبه مراقبه الاشخاص وهذه مساله يجب ان ناخذها بعين الاعتبار وان ننظر اليها بجديه على سبيل المثال بالنسبه للبرازيل فان هناك هذه العنصريه المتجذره التي تحدث وان الحلول الفنيه لن تحل مثل هذه المشكله فاذا علينا ان نقوم باخذ ذلك في الاعتبار عندما نقوم بتطوير هذه التكنولوجيات في التقرير المقبل علينا ان نناقش هذه الامور وننظر كيف يتعامل المجتمع المدني مع هذه الجوانب فإذا هذه هي بعض الموضوعات التي نناقشها في الوقت الحالي. شكرا خوسيه. أنت أثرت ثلاث نقاط. البيانات التي ترد عن الجنوب العالمي الذين الأشخاص الذين يعملون على هذه البيانات وأيضا الموارد الطبيعية. كل هذه العناصر موجودة في التقرير. والآن سأعطي الكلمة للسيد جون فرانسوا نتحدث بالإنجليزية حسنا أنت قرأت التقرير ورأيت بعض التحديات الرئيسية التي تطرق إليها التقرير وبعد هذه الموضوعات تتعلق ببناء القدرات كيف يمكن أن نقوي القدرات في الجنوب العالمي اولا نحتاج الى الانخراط في العمليات متعدده الاطراف حول الحوكمه وايضا العمليات المتعلقه بتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي اسمي جون فرانسوا بومبيل انا من كونغو برازافيل وانا خبير في التكنولوجيات الناشئه والذكاء الاصطناعي أنا أعمل في السلطة التي تقوم بحوكمة ذلك في الكونغو ARPCE ونحن نستطلع هذا الأمر في الكونغو فالذكاء الاصطناعي مثل الصندوق الأسود نريد أن نستطلع ما بداخله فنحن نتعامل مع هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور. أولاً ننظر في المقارنة ما بين المنافع والمخاطر، وثانياً ننظر في المساءلة والمحاسبة، وثالثاً ننظر في التعليم، إن التعليم طبعاً جزء كبير من استراتيجيتنا. قمنا بتأسيس مدرسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من المرحلة الابتدائية حتى التعليم العالي وذلك حتى نضمن ان الاطفال سيتلقون التعليم في هذا المجال نحن نريد ان نثقف الشعب باسره بشكل عام ولكن نريد ان يكون هناك ايضا اشخاص متخصصين ويمكنهم ان يصلوا الى التكنولوجيات ويعرفوا كل شيء عن هذه الابتكارات التي يمكن ان تغير من وجه الحياه وطبعا هذا لضمان انه لن يتخلف احد عن الركب. شكرا جزيلا. الان ننتقل الى الجزء الثاني من التقرير وهو يركز على النوع الاجتماعي والعرق وسافتح المجال لتلقي الاسئله بعد حوالي خمس دقائق فأرجو ان تستعدوا. التقرير يشير إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي يقول أن التكنولوجيا نتاج المجتمع قيمه وأولوياته وحتى أشكال انعدام المساواة بما في ذلك العنصرية موجودة في التقرير فسأري أريد أن أعرف. هل لديكم أمثلة عن التحيز في النظم الخاصة بالذكاء الاصطناعي ضد النوع الاجتماعي أو ضد العرق؟ أيضاً هل هناك مثلاً أي أمثلة في التقرير تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة التميز أو التحيز أو التمييز؟ شكرا على هذا السؤال انه سؤال واسع للغايه ولكني سافعل ما بوسعي قبل ان ندخل في المساله الخاصه بالتحيز او التمييز على اساس النوع الاجتماعي او العرق الى اخره فان هناك امور مثل اللغه ومثل العرق تدخل في مساله الذكاء الاصطناعي إذا أردت يمكن أن تختاري موضوع تتحدثي فيه حسنا قبل أن ندخل في موضوع التحيز فإن هناك أنواع من انعدام المساواة أو الظلم الموجودة في نظم الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحدها هي فكرة البيانات التي تاتي من النوع الاجتماعي او اللغه او العرق الى اخره وايضا هناك الظلم الذي يقع على العمال وقد اشار زميلي الى هذا ولكن عندما نتحدث عن الذكاء الصناعي بدون ان نتحدث عن العمال الذين يتعاملون مع هذه التكنولوجيات الى اخره ف ان هذا اذا ليس من الممكن علينا ان نربط ما بين الذكاء الاصطناعي والعمال. بالنسبه لامثله من التمييز ضد النوع المتعلق بالنوع الاجتماعي او بالعرق في نظم الذكاء الاصطناعي فمثلا في الجنوب العالمي هناك ملايين من العمال الذين يعملون في مجموعات البيانات وحتى نتمكن من وضع الملصقات مثلا على السيارات او الحافلات وضع اللغات الى اخره ان كل هذه التصنيفات الخاصه بهذه الملصقات فإنها تأتي من الغرب، مثلا إذا وضعنا هذا التصنيف، هذه بقرة أو هذا حيوان اللاما، كلها أمور قد تكون غير مألوفة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بوضع الملصقات أو بوضع هذه بتنفيذ هذه التصنيفات. إذا فالأصل به تمييز، فيه تحيز بالفعل. ف من المهم عندما نتحدث عن التمييز او التحيز ان نتحدث ايضا عن العمل والعمال. بالنسبة لتمكين الذكاء الاصطناعي من مواجهه او مجابهه التمييز فنحتاج الى جهود متضافره ومثال على ذلك ف إننا في الهند قمنا بإنتاج بيانات بلغات غير اللغات الرئيسية، وباللغات هنا أعني لغات الحواسيب. ونحن نحاول أن نوصل الذكاء الصناعي التوليدي بلغات يتحدثها أو تتحدثها المجتمعات المحلية. في أفريقيا هناك مجموعة من الباحثين الذين يعملون على اللغات الأفريقية التي لا تحظى بالكثير من الاهتمام فإذا أردتم يمكن أن تتحدثوا معهم اسمهم مساكاني كوميونيتي. بالنسبة للأسئلة هل من اسئله من المشاركين عبر الانترنت اسال الميسره شميره هل يمكن ان تعرضي علينا سؤالا او اثنين من المشاركين عبر الانترنت نعم السؤال الاول هل تسمعونني نعم نسمعك السؤال الاول ما هي الاتفاقات الدولية التي يمكن أن تساعد على حوكمة الإنترنت على الصعيد الدولي؟ شكراً، هل يمكن أن تعطينا المزيد من الأسئلة؟ نعم، السؤال التالي. لا أعرف إذا كان المشاركون يمكنهم أن يرفعوا يدهم إلكترونياً ويطرحوا السؤال بأنفسهم. دعينا ننظر الاول اذا كان هناك سؤال في صندوق الدردشه مثلا السؤال التالي كان من الايالو شبيشي صدر عنهم سؤالان كيف يمكن ان نتعامل مع الجوانب السلبيه والايجابيه من اثار الذكاء الاصطناعي خاصه في الجنوب وخاصه عندما تكون هناك امكانيه استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي والسؤال التالي كان كيف يمكن ان ندير المعايير حول التنظيمات الدوليه للذكاء الاصطناعي التي صدرت عن جهات دولية مثل الأمم المتحدة ووكالة أخرى شكرا شميرة أريد أن أخذ سؤالين من القاعة أيضا ونتعامل مع كل هذه الأسئلة في نفس الوقت هل من أسئلة من القاعة؟ شكرا الزميلة من جامعة الأمم المتحدة صباح الخير بوم من جامعة الأمم المتحدة سؤالي هو يتعلق ببناء القدرات نعرف ان الذكاء الاصطناعي يتعلق اكثر بالعلوم التي تعتمد على الملاحظه وان الباحثين والمصممين لا يعرفون بالضروره ما الذي سيحدث فإذا علينا أن نختبر ونجرب لنعرف ما هي المنافع المحتملة، وما هي المخاطر، إلى آخره. فسؤالي متعلق ببناء القدرات، وحتى المصممين لا يعرفون إلى أين نذهب وهناك طبعا المعلومات الكاذبة أو المضللة ومعلومات مختلفة من المعلومات فكيف نبني القدرات كيف يمكن أن نعلم أطفال المدارس أو حتى كبار السن كيف يمكن أن نعلمهم بما يحدث أنا من آي ونحن نرى هذا التماهي ما بين الفضاء السياسي الخاص بالتنظيم، وأيضاً الفضاء الفني الخاص بتطوير المعايير. المعايير أصبحت أداة في يد من يقوم بتنفيذ هذه التنظيمات. وسؤالي هو يتعلق ببناء القدرات وتمكين المجتمع الأوسع من أصحاب المصلحة من التعامل مع الجانب الفني. شكراً لدي الآن خمس أسئلة وأنا لن أطلب من الجميع أن يجيب عن هذه الأسئلة ولكن من يريد أن يجيب عن السؤال المتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي والإطار الخاص بذلك؟ وهناك اسئله عن بناء القدرات على المستوى الفني ولكن ايضا على مستوى المجتمع في المدارس الى اخره شكرا هذا سؤال هام كيف نبني اطار حوكمي متسق على المستوى العالمي نحن لا نريد ان تكون هناك اطر تنظيميه مختلفه من بلد الى اخر نريد ان يكون لدينا اطار تنظيمي عالمي ونريد للدول إذن ان تاخذ المعايير وتقوم بتطبيقها بالصوره التي تلائم وضعياتها نحن نصل الان الى نقطه هامه أو وصلنا إلى نقطة هامة كان ذلك في 30 من نوفمبر تشرين الثاني 2022 عندما أطلقت شات جي بي تي وفي هذه اللحظة بدأ الكثير من التقدم وأحرز الكثير من التقدم والتطور ورأينا الكثير من النقاشات بشأن هذه المسألة وأيضا عملية هيروشيما مدونة السلوك التي صدرت عن مجموعة السبعة ايضا هذه مهمه من ناحيه دفع المناقشه العالميه حول كيفيه تطوير الذكاء الاصطناعي قدما اعتقد انه لدينا الكثير من لبنات البناء هنا التي يمكن ان نستعين بها نريد ان نعرف ما هو شكل هذا الاطار الحوكمي الذي نريد ان نصل اليه وثانيا نريد ان نتعلم من النظم الحوكمه العالميه الموجوده اعتقد ان هناك ثلاث امور نريد لهذا الاطار ان يحققها في المستقبل اولا ان نحدد المعايير فان المعايير مهمه للغايه وهناك دروس يمكن أن نستفيدها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني وهي جزء من المنظمات الأممية فإذا هذه المنظمة تعنى بالسلامة والأمن العالميين في مجال الطيران فإذا هذا أمر يمكن أن نستفيد منه أيضا نحن نحتاج إلى نقاش بشأن تحسين فهمنا للمخاطر، فهذا أمر هام للغاية، ممكن أن نستعين في هذا الموضوع بمنظمات تعمل بشكل ما بين الحكومات مثلاً عن حول تغير المناخ والجزء الأخير يتعلق ببناء القدرات، فنحن نريد أن نبني البنى التحتية، إن التكنولوجيا تتحرك بوتيرة سريعة للغاية و من السهل أن ننسى في بعض الأحيان أن هذه التكنولوجيات حديثة العهد إن عمرها ست سنوات فقط، طورت هذه التكنولوجيات في عام 2017 فنحن نحتاج الى الكثير والكثير من الابحاث علينا ان نستثمر في هذا العمل ونحتاج الى البنيه التحتيه للاكاديميين والباحثين ليتمكنوا من القيام بذلك في الولايات المتحده على سبيل المثال لدينا مورد وطني للابحاث حول الذكاء الاصطناعي والفكره هي إمكانية تطوير هذه البيان هذه النظم بصورة مفتوحة بحيث يمكن للأكاديميين أن يفهموا ويساعدوا في فهم هذه الأمور، إذا نحتاج إلى الاستثمار في التكنولوجيا ومن المهم أن نقوم بتقييم هذه التكنولوجيات لأن هذا الفضاء فعلا مختلف وأخيرا نحتاج إلى أن نبني على التقدم الذي أحرز من قبل وأن يكون هناك نقاش حقا عالمي يضم مختلف الأطراف لكي نتحدث ونقوم بمتابعة كيفية تطور هذه التكنولوجيات. شكرا خوسي هل تريد أن تتحدث عن موضوع الحوكمة؟ وبعد ذلك ننظر في تطور فضاء الحوكمة. شكراً براتيك. بالنسبة لحوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً، في الوقت الحالي أشك أننا سنتمكن من أن نحقق الكثير من التطور في هذا المضمار. فما هي المعايير التي سننتهجها في إعداد مثل هذا الإطار؟ نحن لدينا هنا الكثير من الامور التي تحدث في نفس الوقت لدينا طبعا الجوانب الجيوسياسيه لدينا الامور المتعلقه بهذه التكنولوجيات فانه امر يمثل ما حدث اثناء الحرب البارده وهذا يمثل حائقا بالنسبه لنا عائقا امام حوكمه الذكاء الاصطناعي خاصه اذا نظرنا الى بلدان الجنوب اعتقد اننا نحتاج الى محافل لكي ندفع بمصالحنا قدما فمثلا افكر في البريكس او مجموعه العشرين فهذا يعني ان هناك الكثير من الضغط الذي يقع على الشمال العلماء لانهم هم من قاموا بتطوير هذه التكنولوجيات ولديهم شركات فنيه او تقنيه التي تقوم بوضع جدول اعمال هذا العمل فأنا أريد أن أشير إلى مسألتين مسألة العمال أو العمالة واستخراج الموارد الطبيعية و أنا أريد أن أخبركم بقصة لأوضح ذلك في بداية العام كان هناك كانت هناك إبادة جماعية لمجموعة من الشعوب الاصلية في الأمازون وهؤلاء الاشخاص قتلوا من قبل أشخاص يقومون بالتعدين الذهب بصورة غير شرعية وبعد فترة فإن الشرطة الفدرالية وصلت إلى أن إحدى الشركات التي كانت تتعامل مع هؤلاء الأشخاص كانوا يشترون الذهب من هؤلاء الذين كانوا يبيعون هذا الذهب لشركات مثل أمازون وأبل وجوجل ومايكروسوفت إلى آخره لذلك نحن نحتاج إلى التعامل مع هذه المسألة وأثر مثل هذه المجموعات فطبعا عندما نتحدث عن التكنولوجيا فيبدو أن هناك مجموعات لها أهمية أكثر من مجموعات أخرى وهذا أمر يجب أن ننظر فيه ولذا فإنني أعتقد أنه من اللازم أن نفكر بشكل جاد في طريقة التعامل والمواد التي تخص هذه المسألة وكيف نتعامل مع العمال الذين ينتجون هذه المواد وهم عموما من الجنوب. والنقاش اللازم الذي ينبغي أن نقوم به الحوكمة العالمية حتى يستطيع أولئك العمال من المشاركة أيضا في الخوارزميات التي تستخدم وفي القرارات التي تتخذ من طرف الشركات شكرا لك إذا الكلمة المفتاح هنا هي المساءلة وتقييم على طول سلسلة القيمة وأن يكون ذلك داخلا بشكل كامل في هياكل الحوكمة وأطرها وأن يقوم هذا كله على ضوء الأدلة مسألة نوبو أنت من الجهة الحكومية ما رأيك في مسألة الإدارة الحكومية للتطورات الجارية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟ بالطبع نحن كحكومة ننظر إلى ما ونتبع عن كتب ما يجري على الصعيد العالمي في هذا المجال هنا وفي سي OECD في اليونسكو في الاتحاد الدولي للاتصالات، وأنا كجهة حكومية بالطبع لا أستطيع أن أكتب كود، أنا أستطيع فقط أن أشارك في استصاغة قوانين باليابانية. بالطبع ما نبدأ به هو النظر فيما اذا كان هناك معاهده ولا معاهده على القانون الداخلي اذا في مثل هذه الحالات ربما قد يكون الوقت سابق لاوانه وبالطبع افهم ان مجلس اوروبا يحاول ان يحول الاطار الى اتفاقيه اذا بمجرد وجود معاهده على الذكاء الاصطناعي لا نريده ان يكون معاهده صارمه لان الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعه اذا لا نريد ان يكون هناك قانون اعلى صارم جدا يكتف ايادينا ويكتف أيدي الحكومات بالطبع افهم موقف الاي سي دي لكن المبدا بسيط المفاهيم والمبادئ ينبغي ان تكون قائمه على القوانين وعلى القي... أفهم على القيم وليس على القوانين هناك مساله قيمه المساءله وهناك السلامه والامانه والصلابه وكذلك الخصوصيه و الإنصاف وحقوق الإنسان هذا كل ما في الأمر والمبادئ الباقية الأخرى هي وجوب وجود منظومة أيكولوجية ملائمة لدى الحكومات وأن تكون لديها الكفاءات والمهارة اللازمة وتعزيز القدرات إلى آخره وبطبع القوانين واللوائح المطلوبة من أجل تيسير الاختبارات التي ينبغي أن تتم في كل مكان في العالم، نحتاج ايضا وهذا راي نحتاج ايضا الى التعاون بين الدول، نحتاج الى التعاون الدولي في مجال السياسات ومجال التقنيات والمعايير الى اخره. وهناك اكثر من منظمه دوليه تعمل على ذلك، كل منظمه لها اعضاء مختلفين وولايات وتفويضات مختلفه. ومهما كان الحال وما اختلفت السياقات بين هذه المنظمات الدوليه لكن يبقى هناك اساس شبه موحد لان وجه الاختلاف ليس عريض جدا علينا فقط ان نحترم ان لكل منظمه دوليه كيان طبعاً أستطيع أن أقول أن المنظمات الدولية التي تعمل على هذا الموضوع هي أساسا خاضعة للتنسيق في اليونسكو نتعاون مع الأو مع مجلس أوروبا مع الاتحاد الإفريقي مع المفوضية الإفريقية عفوا الأوروبية للتبادل نعم بالفعل كنا كنا نتحدث عن هذا عندما كنا نتناول وجبه الغداء على ضفاف نهر السين بباريس بالفعل. الآن نعود لمسألة تعزيز القدرات مايكي وسرايد والبروفيسور شينغلي وجون فرانسوا توجهوا إليكم. ما الذي نحتاج إليه من أجل تعزيز القدرات على اختلاف المستويات؟ تعزيز القدرات في الاختصاصات المختلفة في تطوير واعداد المعايير الى اعداد الحوكمه حتى استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليوميه وفي الكشف عن المعلومات المضلله مثلا اذا سؤالك يتحدث عن تعزيز القدرات كيف يمكننا ان نقوم تعزيز القدرات وكيف يمكن المجتمعات ان تساهم في ذلك في هذا الحوار وفي هذا النقاش انا اعتقد ان الجهد واحد في واقع الامر نحتاج اولا وقبل كل شيء ان نحسن من مجهوداتنا عندما ندخل في البوثقه الذكاء الاصطناعي في حوكمه البيانات مثلا في المدارس في الجامعات في تدريب المواطنين في القوى العامله هناك كثير من المبادرات الجميله في العالم في هذا المجال في فنلندا من حيث اتي استراتيجيه فنلندا للذكاء الاصطناعي مكنتنا من تدريب اكثر من ثلاثه في المئه من السكان الفنلنديين في المستويات الاساسيه بفضل الذكاء الاصطناعي في سنه واحده اعتقد ان هذا معلم مرجعي جيد جدا اعتقد ان تعزيز القدرات في مجال الموظفين الحكوميين وصناع القرار السياسي هي من المسائل المطلوبه طلبوا فضاء وطلبوا نقاش حكومي حول مكان الذكاء الاصطناعي في هذه المعادله انا مثل نوبو مثل زميل من اليابان لا استطيع ان اكتب كودات استطيع فقط المشاركه في بخبرتي في تشريعات نحن على كل مهما كان حال نريد أن تكون عملية إدخال الذكاء الاصطناعي وحكوتها وإدارتها مسألة اجتمالية وعادلة بالنسبة للجميع في ربيع هذه السنة فكرنا كثيرا في مناقشتنا بشأن هذا الموضوع وأنا كنت أتمنى في الواقع أن أحدا كان سيقترح في النقاشات الخاصة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وحوكمة بيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي أن يقترح أحدهم أهمية بناء القدرات ولكن لم يحصل ذلك مع الأسف نحن أيضا نريد أن تدخل موضوعات أخرى في هذا النقاش مثل مسألة البيئة مثل مسألة التنوع الجنساني الـ التنوع العرقي ايضا والمجموعات الاقليه كلها موضوعات هامه جدا واتمنى ان تدخل في النقاش في الاعوام القادمه وان نركز بشكل اكبر على تعزيز القدرات في حواراتنا الوطنيه والدوليه شكرا شكرا سرايو هل لك ان تشاركي في هذا النقاش نعم بالفعل إن هناك أصناف عدة من أصناف تعزيز القدرات وهناك مجموعات مختلفة تهتم بموضوع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حسب السياقات المختلفة وأنت محق بطبع طريقة استيعاب الناس للذكاء الاصطناعي متفاوتة أيضا هناك مسألة كيف يمكن للجماعات الفنية من تخصصات مختلفة وجماعات القانونيه وكيف يمكنهم ان يتعاونوا ويتحدثوا الواحد الاخر ساحدث ساتحدث عن هذا في الواقع بايجاز انا فيما يتعلق بتعزيز القدرة القدرات, القدرات أو, او تثقيف مهما كانت التسميه ينبغي ان تكون في اتجاهين هذا يعني انه ينبغي ان يستطيع الطرفان ان الى بعضهما البعض بشكل له مغزى مثل ما استفدت فيه مثلا في مساله الاستفاده من نماذج اللغويه الكبيره واعتقد ان الجماعات الفنيه ستستفيد ايضا من التجربه السياسيه ينبغي ايضا ان لا ننسى ان هناك بعض الامور غير قابله للتفاوض وهي حقوق الانسان ودور الدوله إذا المواطنين ينبغي دائما أن تكون هناك نقاط انطلاقة تجريبية هذه مسألة هامة جدا تم مسألة مزايا وأضرار الذكاء الاصطناعي خاصة فيما يتعلق بتسبب الذكاء الاصطناعي في فقدان مناصب الشغل لا أدري إن كان حان الوقت تحدث عن ذلك نعم تفضلي إن فهمت الأمر بشكل صحيح فيما يتعلق بفقدان مناصب العمل، اعتقد ان تحد حقيقي لا سيما فيما يتعلق ببعض اصناف الذكاء الاصطناعي الانتاجي او التوليدي. اعلم ان هناك بعض المجتمعات التي بدات تستخدم وبدات تعي ان بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الانتاجي قد تكون سببا في فقدان مناصب عمل ومحلال بعض الوظائف وكلما زادت خدمات وتطبيقات الذكاء الصناعي من هذا الشكل كما زاد خطر الوقوع في هذا الامر. هناك تقرير لمنظمه العمل الدوليه الذي يتحدث على التاثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على فقدان مناصب الشغل ويبدو انه سوف يكون اكثر بروزا في الشمال آه وبعد ذلك في الجنوب وما نلاحظه ايضا هو ان ربما الذكاء الاصطناعي الانتاجي من شانه ان يزيد مستوى تكليس العراقيل او عفوا الحواجز الماديه الموجودة بين بعض أنواع الوظائف الموجودة في الوقت الراهن وحسب المهارات المطلوبة فيها على كل مهما كان الحال ينبغي دائما أن نسهر على شروط عمل إنسانية وعادلة ومنصفة لكل الناس في العالم البروفيسور شينغلي تعزيز القدرات بالنسبة إليه هو من الموضوعات المفضلة لدي أعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يهيئ فرص ولكن في نفس الوقت يهيئ تحديات كبرى بالنسبة للجنوب عموما لأن خوارزميات الحاسبية المستخدمة تستهلك كثيرا من الكهرباء كثيرا من البيانات وتحتاج إلى كثير من المهارات لذلك التعليم التقليدي يتغير وانا اعتقد ان الذكاء الاصطناعي في عصرنا هذا يفرض علينا تغيير نمط التعليم ويحتاج اولا الى صقل حس النقد الفكري الذكاء الاصطناعي لا يقوم الا على الواقع ولا يقوم على الانتقاد لذلك علينا ان نشحذ الفكر النقاد وينبغي بالطبع أن نعمل على تثقيف الشباب أساسا وأعطاهم قدرات في هذه المجالات ولذلك أعتقد أنه ينبغي أن نقيم نظم تعليمية عالمية على الذكاء الاصطناعي نحتاج إلى نظم تعليمية جديدة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي وإحدى أساتذة جامعة ستانفورد كانت قالت هذا الكلام بالضبط وقالت إننا نحتاج إلى نيوتن وأينشتاين جديد في عصر الذكاء الاصطناعي الذي نعيش فيه شكرا أمر إلى جون فرانسوا Okay, thank you. Uh, so I سأتحدث بالفرنسية. إذاً سأتحدث إليكم باللغة الفرنسية حتى أستطيع التعبير بشكل كامل عن ما يساورني. موضوع تعزيز القدرات هو مسألة كبيرة. بالطبع لا يمكننا مباشره ان ننظم دورات تدريبيه والحصول على نتائجها مباشره. انا كمدرب، كمعلم، وكاستاذ، وكمطور لبرامج حوسبيه اطور مفاهيم حول الذكاء الاصطناعي وادرس ماده الذكاء الاصطناعي واعمل ايضا في مجال التقنين وفي مجال اداره الذكاء الاصطناعي وانا اب وارى العالم الذي سيعيش فيه أطفالي وكباحث ومطور في هذا المجال بالطبع أتساءل هل هذا هو العالم بالفعل الذي أبتغيه لأولادي وإن كان الجواب نعم كيف يمكنني أن أجعل من ذلك العالم فضاء آمنا لهم عودة للموضوع تعزيز قدرات في كونغو في الكونغو برازيل عندنا برنامج اه اسمه اه اي اي, اي فور كيدز الذكاء الاصطناعي للاطفال وهو اه برنامج مخصص للتكنولوجيا للاطفال الذين يتراوح عمرهم بين السادسه وسبع عشره وطرحنا في هذا البرنامج عدد من الاسئله هل نحتاج ان أن نحول هؤلاء الأطفال إلى خبراء في التكنولوجيا أو فقط أن نعدهم إلى العيش في عالم التكنولوجيا المستقبلي، واخترنا الخيار الثاني أن نعطيهم القدرات الإدراكية حتى يستطيعوا العيش في عالم يمنح أكثر من حل، حلول متعددة، نحن في ماضينا كنا أمام خيارين ما يقوله الأستاذ وما يقوله الأب والأم. وال إن 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 خالفنا هذا أو ذاك يا إما كنا نعاقب في البيت أو نحصر على نقطة سلبية في المدرسة أما اليوم فالحلول متعددة الحلول الممنوحة للأطفال متعددة ولذلك علينا أن نطور القدرات الإدراكية للأطفال حتى يستطيعوا إيجاد الحل أو إيجاد الخيار لحل المشاكل لأنه خيارات حل المشاكل ليست واحده كما كنا نعود في الماضي هناك خيارات عده وهذا هو تعزيز القدرات الذي ابحث عنه فخيارنا كان هو ان نعد الاطفال ليس فقط للذكاء الاصطناعي اصطناعي ولكن ايضا لتجليات الذكاء الاصطناعي والتي تمنح اكثر من حل فهذا النهج هو النهج الذي اخترناه في الكونغو برازافيل والذي يبدو لي أنا شخصيا الخيار الأنسب بالنسبة لنا بالنسبة لبلدنا شكرا يا جون فرانسوا أمر لي الجزء الأخير من جلستنا وعندنا عشر دقائق متبقية شاميرة زميلة على الخط والتي عملت على الجوانب البيئية من التقرير هل لك يا شاميرة أن تتقاسم معنا الجوانب الأساسية من النقاش الذي جرى فيما يتعلق بالبيئة وحوكمة البيانات ومن دراسة الحالة التي عرضت في التقرير. شكرا لك. الصوت رديء مع الأسف المترجم يستعصي عليه استخدام هذا الصوت مع الأسف لن يستطيع المترجم ترجمة السيدة شميرة. from the global south and as mentioned by the other speakers to promote interoperable AI governance interventions that harness the potential of AI, we focus on the multi-dimensional aspects of data for sustainable digital development and sustainable digital development um, is basically. A, a way forward of leveraging digital technologies that also considers environmental aspects, economic aspects, and also societal aspects in one comprehensive Venn diagram, let's say. And we also discussed um, addressing historical injustices. We advocated for a decolonial informed approach to the geopolitical power dynamic some people have mentioned um, in, for example, the materiality of ai when we consider the value chains and the, of, the, of the materials that go into ai when we consider the multi-stakeholder process. is it really representative and are the standards made uh, in consideration of innovation ecosystems or global south? institutional mechanisms and situations. So we also talked about inclusion and minimizing environmental harms, as many of the other speakers have highlighted as well. So in summary in summary we highlighted that a just green digital transition is vital for achieving a sustainable and equitable future and a way that leverages AI um, in order to drive responsible uh, practices for the environment that promote economic growth social inclusion and essentially provide a pathway toward a more resilient and sustainable world that actually meets the contextual realities of the global south um, most of the panelists have highlighted a lot of have summarized and captured the report quite succinctly and as mike mentioned we mentioned capacity building we talked about geopolitics. We talked about the environmental aspects of AI. We talked about the data governance aspects. We talked about interoperability and uh, defining key terms. So I think it's a comprehensive report. And um, I learned a lot during the making of the, the writing report. And it was a truly bottom up, multi stakeholder process. Thank you. شكرا لك يا شميرة على تقسم هذه الخلاصة وعلى العمل الهام الذي قمتم به في مجال البيئة أفتح الكلمة الآن أمامكم في القاعة ليس لطرح أسئلتكم ولكن إن كانت عندكم أي توصيات هل هناك أي أمور أخرى من شأن المجموعة أن تنقب فيها؟ عن حلول وعن توجهات وايضا من يريد ان يلتحق بهذه المجموعه هل عندكم اي تاملات او توصيات او افكار مرحبا اسمي ايو لي من اكاديميه التكنولوجيا الرقميه العالميه نحن نقوم ببحوث ونطور دو مواد تدريبيه لتثقيف في مسائل الذكاء الاصطناعي قلت إن اليونسكو سوف تبذل مجهودا إضافية في مجال التدريب وتثقيف مجال الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن على سبيل المثال عملنا المنشورة وكراسات التدريب آه وفرناها لجامعات لا سيما في الصين وفي دول الناميه في الجنوب هل في المستقبل اليونسكو سوف يفتتح المجال امامنا للمساهمه في تطوير مثل هكذا مواد تدريبيه وتعليميه ساعود الى ذلك فيما بعد على صعيد ثنائي لان هذه الجلسه لا تتعلق باليونسكو ولكن تتعلق بشبكات صناع القرار ساتصل بك شكرا Anyone else who would like to share... هل منكم

هناك شخص رفع يده هل له أن يشغل كاميرته؟ في انتظار ذلك يمكننا أن نعطي الكلمة لأحد المشاركين في القاعة مرحبا اسمي أسككونا من يو آي أعتقد أن جانبا مهما سوف يبزغ في المستقبل ألا وهو مسألة تقييم أو اختبار النظم التي نريد إنجازها وما سنستطيع انجازه. السؤال الأهم هو كيف يمكننا ان نقيم الجوانب غير التقنيه بس الجوانب غير التقنيه المتصله بالأداء. التحدي هو كيف نقيس مستوى أداء المنظومة لا سيما إن كانت لم تتم بكاملها وإن كانت هناك لها بعض العواقب غير المرتقبة إذا مسألة عملية ضمان التقييم لا سيما في طريقة تشغيل جوانب غير التقنية شكرا أعود للمشاركين معنا هل عندكم ثلاث كلمات أساسية متوجهة نحو المستقبل وعندنا أربع دقائق فقط لتتمة الحديثة نوبو أتريكيو. ثلاث كلمات أساس أعتقد أنه علينا أن نستمر مع الجنوب التثقيف والتناغم أو المواءمة مايكي أقول اجتمالية مستقبل وبي ان اي جوزيف سؤالك صعب سأقول المبادرة الاجتمال والتقدم في الموضوعات التي ناقشنا ومبادرة هذا المنتدى طبعا مبادرة أساسية وشكرا للأي جي اف على هذه الفرصة سرايا عالمية وليس جنوب العالم عمال وحقوق بروفيسور الفكرة الفكر النقاد والتعاون العالمي التعاون العالمي وين ثلاث كلمات أن نكون جادين في تعزيز القدرات توجيه تعزيز القدرات ثانيا استثمار في التقييم في التقييم في التقييم هذه فجوه هامه والمواصله في التقريب ما بين المستخدمين غير التقنيين والمطورين التقنيين من اجل معرفه ما هي التحديات الاجتماعيه التقنيه في هذه النظم، اما انا فاقول الابتكار التعليم والمساءله. شكرا شكرا جزيلا لكم. على مشاركتكم على أفكاركم ولكل المشاركين عن بعد والمحاضرين معنا هنا في القاعة ندعوكم للاطلاع على التقرير وهو تقرير خاص بتطوير نهج متعدد أصحاب الشأن هو متوفر على موقع الاي جي اف في إطار فصل شبكات السياسية والذكاء الاصطناعي نتمنى تتسع عضويتنا والمشاركين معنا شكرا لكم ونهارا سعيدا